ورحمه الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقه غادي نخسر واحد الموضوع اللي ما عمرني تكلمت عليه، هو جانب بعد ما اتصلوا بي واحد جوج اخوان والصراحه تفاجات. فواحد الاخ منهم كفيف يعني اعمى، والثاني يمكن معاق يمكن في شي رجل. فسولوني واش الولايات المتحده الامريكيه تهتم بالمعاقين و يعني تعطيهم شي داعم، واش اللي بغيت نقول لهاد الناس بصفه عامه، راه الولايات المتحده الامريكيه راه تعطي اهميه للمعاقين صراحه. الا جيتي كمعاق راه تخدم، راه يعاونك تلقى الدار، يعني المعاقين عندهم واحد تفضيل شويه، ماشي تفضلهم على الناس العاديين، لا يعني هو تيساعدهم اكثر، يعني تلقاو مساعده اكثر. فهاد الحلقه غادي نخصها لموضوع المعاقين في الولايات المتحده الامريكيه. هاد الحلقه ماشي خاصه للناس اللي جايين معاقين، بل حتى الناس اللي عندهم يعني اطفال معاقين، يعني مثلا جا جديد وعنده شي طفل معاق او ما عارف كيفاش يسلك راسو، لان الله يكون في عوان من الاشياء الصعبه، ماشي بحال الدول العربيه اللي كما تشوفوا لا حياه لمن تنادي. المعاق يعني ما عندوش شي 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 حق، شي حق او قانون او شي حاجه، يعني وتعتبر على كلمه معاق، تعتبر على المقاعات، لان هنا ما تيقولكش هانديكاب، تيقولك ديسايبلد، ما تيقولش هانديكاب، تيقولك ديسايبلد. فكما باش نعطيو واحد الفكره شنو هو الطفل المعاق في الولايات المتحده الامريكيه، شنو هو الاعانات، شنو هو الحوايج اللي تيستافد منها هذا الطفل المعاق. فالطفل هو كما تيقول لكم الطفل المعاق هو اللي خص تكون عنده واحد الاعاقه ذهنيه وبدنيه، اوكي، او كلاهما، تكون عنده يا اما اعاقه ذهنيه او بدنيه او كلاهما، يكون مثلا عنده شي حاجه في الدماغ وفي الصحه تاعو. هذه الاعاقه اللي تتحد من انشطه يعني الطفل، يعني ما تيقدرش يدير الانشطه تاعته اليوميه بشكل عادي. الطفل المعاق اللي تياخذ الدعم اللي تعطيه الدوله مساعدات للاهل ديالو، هو الطفل المعاق اللي مثلا تيكون عنده قل من 12 شهر، يعني الطفل الطفل بصفه عامه باش ما نعطيش السن، يعني الطفل معاق راه تيقبض الدعم. الانسان ملي تيكون عنده واحد الطفل معاق خصو يقدم على مساعدات، يعني كعندك طفل معاق في المنزل تاعك خصك تقدم على مساعدات يعاونك، لانه صعيب انك تكلف به و يعني وتهتم به. فكل ما عليك القيام به هو الذهاب للغفرمنت سنتر او الدوائر الحكوميه في المدينه ديالك، وتتقول لهم بان انا عندي واحد الطفل معاق في المنزل تاعي وبغيت ندفع البينيفيتس، ندفع الامتيازات باش يساعدوني. كل متاكد من هذه الحاجه الاولى هو ان البينيفيت بالدرجه الاولى تتعطل الطفل، يعني ماشي تيقول لك نعطيوك انت الفلوس وقعد في الدار قبله، لا، الاعانه تتعطل الطفل. مثلا واحد الصديق عندي سوداني كان زاد عنده البنت كما تنقولوا خديج، يعني قبل 9 اشهر زاد عند 7 شهور وقعدت في ديك الحضانات واحد المده، فديك المده اللي كانت في الحضانات كانوا تيعطيوه الفلوس، اوكي، تيساعدوه واحد الثمن شهري لا يقل على 720 دولار، هذا المعدل لا يقل على 720 دولار في الولايات المتحده الامريكيه كلها. كاين ولي تعطيو اكثر وكاين ولي تعطيو يعني هذا المعدل، لكن ما يمكنش تلقى شي واحد ياخذ 600 دولار او شي حاجه. المعدل غالبا هو 720 دولار تعطى على الطفل المعاق. هذا الفلوس باقي ما هضرناش على حوايج اخرى اللي غادي نوصلوا لها. المهم، عند التقديم على المساعدات للطفل المعاق، اولا يجب الادلاء بجميع المعلومات حول حاله الطفل الصحيه، يعني انت تعمر ابليكاسيون باش تقول لهم بغيت مساعده للطفل، خصك تدلي بجميع المعلومات تبين بان هذاك الطفل عنده مشاكل صحيه، وتوضف ان الطفل غير قادر على القيام يعني بانشطه يوميه، يعني ما يقدرش يمشي، ما يقدرش يجري، او عنده شي مشكل في الدماغ تاعو. من النقطه الثانيه، ملي تعمر الابليكاسيون اخبر جميع الجهات بما فيهم الطب ديالو، بما ان فيهم المدرسه ديالو، باش يعطوك تقارير طبيه وتقارير من المدرسه وتقارير من جميع الجهات باش تقدمها مع الدوسي ديالك، باش تقوي الدوسي ديالك، باش تحصل على الدعم للطفل ديالك. من بعض الحالات تياخذوها بعين الاعتبار وبسرعه، يعني تيدرسوا الملف بسرعه وتيقرروا بسرعه انهم يعطوا اعانه للطفل المعاق. كاين واحد الحالات من الاعاقه انا غادي نذكر منها حالات قليله، لانه الاعاقه راه كثيره وما باش ندخل فيها انا. فاولا الاصابه بالايدز، الا الطفل مصاب بالايدز هذا ديسيبلد، يعني غادي يعطوك يدعموه. العمى،
فقدان السمع، الشلل الدماغي، متلازمة داون، داون سيندروم، متلازمة داون، ضمور العضلات، ازدياد المولود وزنه لا يتعدى 1 كيلوغرام، يعني أقل من كيلوغرام. فهادو بعض الحالات من حالات الإعاقة في الولايات المتحدة الأمريكية. راه المعاق عندنا حنا في العقلية تاعتنا هو اللي ما تيشوفش، أو هو اللي غاتيمشي في ويل تشير، يعني في كرسي متحرك. لكن هنا راه المعاق هانتوما كيما شفتوا، هادو قلت لكم فقط حالات من بين الحالات. اوكي، فالانسان او الاب او رب الاسره اللي عنده طفل من هذه الحاله، فهو تيقدم على المساعدات، على الامتيازات او البينيفيتس للدوائر الحكوميه. هذا البينيفيت تسمى سابليمنت سيكيورتي انكم، الاس اس اي، معروف الامريكان. اي واحد قال لك واش عندك الاس اس اي، تعرف بان راه عندك طفل مثلا في المنزل معاق. الاس اس اي هي سابليمنت سيكيورتي انكم، هذا هو سميت لابليكاسيون، ابليكيشن فورم. لما تمشي للدائره الحكوميه قول لهم اعطوني الاس اس اي ابليكيشن فورم، ويعطوها لك وديك الساعه مليون. الولد من تيخذ، فرضنا ان الاسره حصلت على الامتيازات للطفل ديالها، هذا اللي يعملها من الاب والام انه يشتغل، لان هذا لا دخل ليه، هذا راه ولد الدوله تتكلف به، تعطيكم تتعاونكم. اما باش يعني انسان ياخذ الفلوس تاع الابن ديالو ويقعد في الدار، لا. كاين بعض الحالات شفتهم، انا حاله مغربيه، انه السيده عندها امها كبيره في العمر ومريضه وتدير دياليز، فعطاو البنت الكبرى، هي كانت نورس، فعطاوها الفلوس ولات تخدم عند، يعني تعتني بامها، يعني هي تشد الفلوس من الدوله باش تعتني بامها كانها هي الممرضه تاع امها، فهمتي. فهادو كاين بعض الحالات، لكن على العموم، على العموم راه الفلوس تتعطاو للطفل المعاق، يعني الاسره خاصها ترد البال في دوك الفلوس، ما يمشيوش يديرهم في شي حوايج اللي لا علاقه لها بالطفل. والطفل راه تياخذ الاعانه الماديه بالاضافه للتامين الطبي، تامين انشورنس، تامين طبي تشمل جميع مصاريف العلاج، العمليات، برامج الرعايه، يعني مثلا عنده واحد الترويض طبي او شي حاجه تتصرف عليه، النقل، يعني مثلا ترونسبور من المنزل للمستشفى، من المستشفى للمنزل داخل في الانشورنس. فكل ما عليك تتصل بهم تقول لهم راه عندي ابوينتمنت، مواعيد الابن تاعي اليوم مثلا في السبيطار، فغيصيفطوا لك السياره تهزك من برا الدار وتديك حتى للمستشفى، وتدوز الموعد ديالك تاع الطب تاع الابن ديالك، وتعاود ثاني تقديك السياره وغادي تعاود تجيبك ثاني حتى للدار. فهاد الشيء كله هو ما تدفع ولا ريال من جيبك، هاد الشيء كله هو تابع للدعم اللي دايره الدوله لهذاك الطفل ديالك. اوكي، لكن خص فرض البال بانهم عندهم واحد الفكره تيقولوها هما، ان الطفل واخا تنعطيوه داك الامتياز، تعطوه دوك المبلغ المالي الاهل تاعو باش يتكلفوا به، فهمتي، وعنده دورات علاجيه وعنده عمليات، لانه تتابعوا الولد، ماشي تعطوا الاهل الفلوس وتيقولوا ها كلو خليوه، لا، تعطوا الفلوس للاهل ديالو، ولكن هو متابع، يعني يقول لك جيبوا يتعالج، جيبوا ديروا له واحد الترويض، جيبوا نديروا له مثلا واحد العمليه ريتها تحسن. وتيامنوا بان كل ثلاث سنوات، كل ثلاث سنوات داك حاله داك الطفل خاصها تتغير للاحسن، يعني ما تدوش واحد ثلاث سنين تقول لهم مثلا الدري راه تكرفص او عيا او ما بقاش تيدير الانشطه تاعته او الحركه تاعو كما كان من قبل. لا، بما انهم تعطوك مال باش تهلا فيه، بما انهم تعطوه العلاج والعمليات مدفوعه والترونسبور مدفوع وكل شيء مدفوع لانه معاق، فتيعرفوا بان ذاك الطفل من بعد ثلاث سنوات تيقول لك هذا بارم او يعني معدل عندهم، ان هذاك الطفل راه غادي يتحسنوا ظروفه، فهمتي. فهاد الشيء يردوا للاهل البال مزيان، فخص الولد متابعه، مهما انك تاخذ الفلوس على ولدك تساعدك في الحياه، ولكن ذاك الولد راه خصو تكون دائما عنده متابعه طبيه، خصك لابد دير الابوينتمنت ديالو لانه مفروض عليك. فهاد الشيء يرد البال الناس، يعني الاهل يردوا بالهم منه. وكما قلت لكم راه اقل مقدار مالي تاخذوا الاهل على الطفل الواحد مثلا المعاق
هي 720 دولار هذه القليله القليله تاعتك، بالاضافه كما قلت لكم راه عنده انشورنس، راه عنده يعني مكافري مؤمن، يعني اي حاجه خصاتو تتمشي. هذا كما شفتوا هناك فرق كبير بيننا وبين مثلا الدول العربيه تاعنا، اللي خصوصا دولنا راه عرفتوا واش نقصد بها، انه لا رعايه صحيه لا اللي صحيح ولا اللي معاق. فالمعاق عندنا حنايا راه ما كاين اللي يدافع. علاش درت هذا الموضوع؟ لان هذه مده تاع شهر تقريبا شهرين كان واحد الاخ اللي هو رضوان اسرموح كان دار واحد الفيديو على قبل هذوك الاولاد اللي في منطقه اسفي او نواحي اسفي اللي والديهم رابطينهم بالسلاسل او شادينهم. فهذوك الناس راه يعني غادي نحاول، انا غادي نحاول ما امكن انني نلقى شي فرصه انني نوصل مثلا المعلومات تاعهم لواحد المستشفى هنا في هذه المدينه الا بقيت في هذه المدينه، فغادي ندير المجهود لانه يقدروا يعاونوهم. لكن على العموم كما تشوفوا يعني الدوله تاعتنا ما مسوقاش، يعني ما مهتمش. غنقول لكم انا واحد الحاله شفتها هنا تاعت حاله جزائريه، الناس تنعرفهم، ممكن ديرهم في جوجل وفي يوتيوب وغادي تلقاهم. حاله تاعت واحد الابن عنده يعني كان جا تقريبا شي 6 شهور او 7 شهور او يمكن عام كاع عنده، وكان عنده في اسفل الظهر كان عنده واحد العظم خارج بهذه الطريقه. فالولد تيمشي على رجليه، يعني تقال لهم في الجزائر بانه ما يمكنش هذا، ما يمكنش تعالج ودخل فيها بوتفليقه والوزاره وزاره الصحه، وكان ترى واحد المشكل. ما عقلتش انا على الاسم ديالو لان منين تا ما شفتهمش انا، نتلاقى مع الوالد تاعو بعض مره مره، فتنسى على اسم الابن. هذاك الابن كاين الناس هنا في امريكا اللي وصلوا يعني الفيديو، وصلوا الشكوى تاع ديك العائله، وصلوها لهذا المستشفى اللي انا اللي قريب لي في هذه المدينه. فتكلف هذا المستشفى وصف طائره خاصه وجابوا الاهل الاب والام والطفل وجابوا مدوزوا له عمليه جراحيه هنا لهذاك الولد. وهذاك الولد دابا راه تيمشي، انا تلاقيت معاه في العيد الصغير اللي داز في صلاه العيد، تلاقيت معاهم وكانوا جايبينه تيمشي. يعني التغيير يعني راه غادي نحاول ما امكن انني نقل لكم السميه تاع التليفون ونحط لكم باش تشوفوا الرعايه اش تديرنا في الولايات المتحده الامريكيه. هنا الناس انسانيين، تيبقى فيهم الانسان، ماشي راه يعني مكفوف ولا تفرطها بعدا انا او فهمتي بحال هاد الاشياء. فالانسان راه في الحياه يرد بالو، راه ما يعرف الله اش يقدر يقدر عليك الله في حياتك. فالانسان يحترم هذوك الناس تا هما ويعطيهم حقوقهم. فهمتي انا غنقول لك تعطيهم شهريه، ولكن انسان خصك تهلا فيه، راه انسان هذاك، راه ماشي تخلق هكا هو، يعني لا علاقه له بالانسانيه. فتنتمنى ان هذا الفيديو كما قلت لكم يوصل اكبر عدد من الناس ويشوفوا الا عندهم اطفال. انا هذه تذكير ماشي تنحاول نقارن، لان لا مجال المقارنه بين دولنا وبين امريكا، لا مجال. فانا تنوريكم غير اذا كان شي انسان جا الولايات المتحده الامريكيه وعنده طفل او الزوجه او شي حاجه معاق، فراه كل ما عليه هو الذهاب لاقرب دائره حكوميه او من سبب الجوفرمنت السنه هنا في الولايات المتحده الامريكيه اللي هي الاداره، تنقول لها حنا لا ميغي او شي حاجه، وتقول لهم راه عندي واحد الانسان المعاق وبغيت ندفع البينيفيت، وراه غيعطيك، راه غيقولش لا، غيعطيك الابليكيشن وغادي توكل على الله وغادي تصيفطها. وكما قلت لكم هاد الاشياء اللي قلت راه هي اللي كاينه، يعني راه دا متابعه، راه مكافري الانسان، يعني ما تهزوليش. هذا اللي يعني ان الانسان يقعد دوك الفلوس ويقعد في الدار. مثلا عندك طفل وانت ما بغيتش تخدم تقول اه بارك عليك 700 دولار ونقعد في الدار، لا راه تيتابعوك، راه مراقبينك. فرد الانسان، رد البال لاي حاجه تدير هنايا. ففي نهاية الحلقة نتمنى أن هذه المعلومات تفيدكم وتوصل لكم، واللي شاف الفيديو يشيره على الفيسبوك أو على الباج ديالو. ونتمنى حد سعيد للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.